السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير. انا رجعت معاكم، بغيت نحضر واحد الكخواسون للفطور وقلت نقسمها معاكم. علاش لا؟ سهله، ما كتطلبش الوقت نهائيا، وكتجي لذيذه وزوينه هكا الفطور. واهم حاجه مصوبه في الدار، كنعرفوا شنو طيبنا وشنو كلينا. لهاد الوصفه هذه يا البنات غادي نحتاج لباط فيتي، يعني ماشي لباط صوص، انا لباط فيتي. وتبقى لكم نتوما الاختيار، الا ما جبرتوش لباط فيتي وبغيتو تصوبوها في الدار، تقدروا تصوبوها بسميتو بالعجينه المورقه ولا بالعجينه ديال الملوي. غادي نحتاج هنايا الحليب المركز المحلي، وغادي نحتاج الشكلاط، يعني الشكلاط قطعته هكا طريفات طوال. انا درت هنايا ميلكا، تقدروا ديروا اللي بغيتو، بغيت نوري الماركه. وصافي يا البنات، بقاو معايا باش غادي نحضروها ان شاء الله يا ربي. هنا البنات غندوزو نقطعوا داك الباط ديالنا. بسم الله، ساهله، كتوجد دغيا دغيا البنات، فرمشت العين، كطلبش الوقت. ملي يكونوا الناس كيدقوا في الباب تصوبوها توجد معاكم يعني، وانتم كيبقى لكم اختيار، تقدروا ديروها. المره الجايه غنبقى نصوب معاكم حاجه اخرى ان شاء الله. انا كتجيني سهله، فوقاش ما كنتفكر ندير شي حاجه كندير هاد لاباط فيتي دائما عندي في التقديه، فوقاش ما كنمشي نتقدى كناخذ منها. انا طلقتها، كتجي سهله، ماشي بحال عاد تنوض ديروا العجينه المورقه، كشويه كطلب الوقت. غادي نغطس هكا هاد البانسو ولا هاد سميتو في هاد الحليب المركز المحلي، وغادي نطالي داك، غادي ندهن داك العجينه، لحقاش هاد لاباط فيتي ما كتكونش حلوه، وانا بغيت باش يكون داك المذاق شويه حلو، داكشي علاش درت هاد سميتو الحليب مركز محلي، باش يجينا شويه فيها الحلاوه ونفس الوقت المذاق كيكون زوين. ما نكثروش البنات، غير شويه. انا غادي ندهنها كامله ونرجع معاكم البنات. غندير هاد الجراره هادي، بسم الله، غنحاول نديرها هكا في النص. وهكا نحاولو باش تجينا مقادة. صافي، هانتوما كي كتجي. هانتوما شتوها. في دابا غادي نبقى ندير هذاك الشوكولاط، نهز هذا الطرف. ثم كيف ما كتشوفوا تقدروا ديروا جوج طروفة ولا واحد اللي يعجبكم، دير وقيلة جوج ولا جوج ونص هكا باش يجي الشوكولاط تبارك الله حمر. ثم هانتوما بحال هكا، وغنديرها في اللاطه البنات. بعد ما كملت، ها هما كملت هاد الكميه هادي، خدات لي جوج ديال الروليات ديال الباط فيتي وجوج باكي ديال الشوكولا. الشوكولاته نشوف شحال فيها الغرام، خدالي 100 غرام، يعني خصكم 200 غرام ديال الشوكولات. الا بغيتو الكميه كثيره، بغيتو قليله، غديروا قل. انا هذا خدا لي 200 غرام، واه 200 غرام، 100 غرام في الباكيه. هانتوما بغيتو تنقصوا الكميه تنقصوا، ديروا على قدكم. هنايا هاد انا درت بيضه، خدمتها كامله، طربت بيضه كامله، وغادي ندهنهم هكا من الفوق. بسم الله،
دهنهم كاملين باش يجيو محمرين، و غنديروهم يطيبو. تقدروا ديروا لهم الزنجلان من الفوق، تقدروا ديروا اللوز اللي يعجبكم ديروه من الفوق، نوازات اللي يعجبكم. كي كيجيو غزالين البنات، غزالين رائعين. بقى ندير معاكم وحدين اخرين ان شاء الله بدل بلا كريم ساهلين التحضير ونفس الوقت لذادين وغزالين. هكا الفطور ديال الصباح كيوجدوا دغيا دغيا. كنوجدهم دابا حيت يجي راجلي في الصباح يلقاهم واجدين يفطر بيهم. دابا في الساعه عندنا هادي 2:15 كنصوبهم انا دابا. غنستمر البنات حتى ندير لهم البيض كاملين ونرجع معاكم. صافي البنات انا كملت غنديرهم يطيبوا ونشوفوا الشكل النهائي ان شاء الله. البنات انا رجعت معاكم بعد ما طابت الكروسون ديالنا. هانتم كتشوفوا كيف كتجي، كتجي غزاله رائعه والمذاق غزال غزال. هانتم كتشوفوا كيف كتجي محمره من الجوانب كاملين ومقرمشه، وكتجي سهله دغيا توجدوها، كتاخدش الوقت بزاف. صافي البنات كانت هي هذه الكروسون ديالنا. غنخليها تبرد شي شويه غير شويه وغادي ندوز باش ندير لها ناباج من الفوق وصافي. البنات هنايا انايا كنت موجده، هذا كنت درت لواحد الكيكه وبقى ليا هاد الناباج هذا. عندي فيه الليمون معصر وعندي فيه الحامض معصر حتى هو، ودرت معاه السكر وشويه د الماء وخليته طاب طاب مزيان حتى ولا هكا بحال الجولي ديال الكونفيتور. ها انتم كتشوفوا شفتوا كي داير القوام ديالو. انا غادي ندهن به هاد الكرواسون ديالنا، ندهنهم كاملين. راه باقين شويه سخان باش يدوب فيهم داك الكونفيتور من الفوق ولا داك الناباج، يعني ماشي الكونفيتور، راه الليمون وداك المذاق ديال الحامض ود الليمون جا غزال. غنساليهم ونرجع معاكم. البنات انا ساليت، عندي هنايا شويه ديال نواد كوكو ولا كوكو محكوك. غادي ندير شويه هكا غير شويه ماشي بزاف بحال هكا غير شي شويه. والاخرين غنخليهم هكا باش ما عرفتش الزوج ديالي واش بغي ياكل لي هذاك بنواد كوكو ولا ما يبغيش. غنخليهم هكا نديرو في الطبسيل ديال التقديم ونرجع معاكم. البنات هانتم كتشوفوا كيف جاو. هادو درت عليهم شويه ديال السكر، وهادو كيما شفتوا بهذا بالكوك غير شويه، يعني ماشي ما قويتش بزاف. صافي البنات كانت هذه هي الكرواسو ديالنا. هذه الخزامه، خزامه كحيت هذاك النور ديال الجرده ديال الخزامه، يعني طبيعيه باقه خضراء بقى ما يبستش. وخليتها هنا ما درتلاش الماء باش خليتها تيبس، فيها واحد الريحه رائعه. صافي البنات كنتمنى ينال اعجابكم هذا الفيديو، وإلا عجبكم ما تنساونيش من اللايك ومن الاشتراك في القناه ديالي باش تدعموني، وكنشكركم جزيل الشكر. ونتلاقاو شي فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم. البنات انا غادي نحل معكم وحيده من الداخل، بسم الله باش تشوفوا كتسمعوا القرمشه. هانتوما شتو الشكلاط دايب من الداخل، فيه واحد القرمشه غزاله. كنتمنى تنال اعجابكم البنات وتجربوها. نتوما كتسمعوا كلها كتقطع.
البنات بالنسبة للبنات اللي بغاو يديروا العجينة يعجنوها في الدار، يديروا فيها 2 معالق ديال السكر باش تجيهم الورقة حلوة شوية، وبلا ما يديروا الحليب نسلي يديروا غير الشوكولا. واللي غادي يديروا لاباط في يدي ماشي ضروري يديروا الحليب نسلي، يديروا شوية ديال ملي تلقوا الورقة يديروا فيها، يرشوا عليها شوية ديال الحليب، عفوا ديال السكر، وصافي وكتجي زوينة، كتجي المذاق ديالها زوين. هانتوما كتشوفوها كيفاش كتجي غزالة غزالة غزالة، والمذاق يا سلام يا سلام روعة. هذه اللي بالسكر وهذه اللي بالكوك، ما درتش بزاف شوية، المرة الجاية غندير معاكم اللي بلا كريم ان شاء الله، لا كريم شانتي ولا كريم فريش ولا كريم باتيسري ان شاء الله يا ربي. انتما من داخل البنات انتما شوفوا كي كيجي داك الشوكولات الذايب. كما قلت لكم بغيتو ديروا الشوكولات الاسود، انا هنايا درت الشوكولات اللي بالحليب. انتما البنات سمعوا القرمشة اللي فيه، وهذا الشوكولات الأبيض، عفوا الشوكولات الشوكولاولي. إلا بغيتي دير الشوكولات الأسود اللي انتم كديروا اللي بغيتو، أنا درت هذا الشوكولاولي، وانتم بغيتو ديروا الشوكولات الأسود ديروه، ما بغيتوش ديروا كاع الشوكولا ما ديروهاش البنات. كنتمنى ينال إعجابكم وبالصحة والراحة. هانتم كتسمعوا القرمشة.